اختتمت فعاليات مؤتمر الاتحاد الخليجي مستقبل ومصير، وذلك بمشاركة نخبة من السياسيين والمفكرين والشخصيات العامة ومراكز الدراسات البحثية بدول مجلس التعاون الخليجي. التفاصيل في تقرير الزميلة إيمان شرف. لما جاءت به فصول اللقاء الأول من مؤتمر الاتحاد الخليجي مستقبل ومصير، اختتم المؤتمر أعماله اليوم الذي لم ينفك إلى الدعوة نحو توسيع نطاق أوجه التفاهمات المشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي والإسراع في تنفيذ مشروع الاتحاد الخليجي الذي هو مطلب لأهل الخليج. في الواقع المحاور الرئيسية التي تناولتها الجلسة الأخيرة هي الجذور التاريخية للتوحد والوحدة العربية الخليجية، وكذلك طبعا أفاق المستقبل بالنسبة للوحدة الخليجية والاتحاد الخليجي، وكذلك طبعا هناك نوع من التفهم لنوع الاتحاد الذي ننشده في دول مجلس التعاون. الجلسة اليوم جاءت مكملة لجلسات الأمس، حيث تمت مناقشة الاتحاد الخليجي على جميع الصعد، ومنها استكمال الجانب الأمني والجانب الاستراتيجي، التحركات التي تقوم على المستوى الشعبي أو المؤتمرات الشعبية هو للدفع بعجلة الاتحاد الخليجي وتوصيل الرسالة إلى القيادات العليا في دول مجلس التعاون بأهمية الاتحاد الخليجي في هذه الفترة للشعوب. كل المحاور التي طرحت في مثل هذا اليوم كانت محاور تدعو إلى هذا الاتحاد لمواجهة التحديات والمخاطر، ولبناء اقتصاد خليجي عربي رصين، وللرقي بالمستوى الثقافي والعلمي لأبناء الخليج. وكانت المحاور تهتم بالهوية والجانب التاريخي والجانب الاستراتيجي والجانب الأمني والجانب الثقافي والعلمي. جلسات نقاشية مستفيضة عنوانها الأوحد، ضرورات الاتحاد الخليجي ومردوده على شعب دول الخليج، لتحيي مضامينها جملة من الأوراق التي قدمت خلال المؤتمر، فحكت بعناية حول القواسم المشتركة التي تجمع الشعب الخليجي، ما يجعل الهوية الخليجية الركيزة الأساسية ومحور تحقيق الوحدة الخليجية. توصيتي للمؤتمر في ختام المؤتمر اليوم الثاني هو بناء الاقتصاد العملاق لدول مجلس التعاون. يعني حين لما ناخذ قصص النجاح لدول شرق آسيا ولا لأوروبا، طبعا قامت على الاقتصاد العملاق. الاقتصاد العملاق يقوم على التقنية المتطورة ويقوم على أحدث أسس الاقتصاد. والوحدة الخليجية أمل ليس لشعوب الخليج فقط، ولكن لكل الشعوب العربية، ونعدها اللبنة الأولى على طريق الوحدة العربية الشاملة. فالشعوب العربية من حيث التاريخ هي شعوب موحدة لغة وتاريخا ودينا. وعلى هامش المؤتمر تم الإشارة إلى أهم الأهداف، إذ أن دعم العمل الأمني الخليجي المشترك بمثابة صمام أمان لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة، وتعزيز دور التحالف العربي الإسلامي للمحافظة على سياسة الدول واستقرار أنظمتها. إيمان شرف، لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.